السلام عليكم. في عنتاي محاوله وافر اذا ما جوكسن وي ودناها ايتاق ما ودناها ايتاق ما وحي دب ماها. صدقاتكم وافكاركم لاولئك النازحون من شده الجفاف الذي ضرب المنطقه لمده ما يقارب 5-6 سنوات، وهؤلاء النازحون قد نزحوا من مسافه ما يقارب 400 كيلو من هنا، كانوا معهم مع مواشيهم، هلكت المواشي في الطريق وللاسف شديد، ثم جاءوا هنا وتراهم يعيشون في بيوت عباره عن بلاستيك واكواخ صغيره، في حاجه الى ماء، في حاجه الى طعام، يفترشون الارض ويلتحفون السماء، لا ماء لا طعام. جزاكم الله خير، نفذنا مشروعكم المبارك افطار الصائم، فشكرا لبيت الزكاه وشكرا لجمعيه دوله الكويت دوله الخير، بارك الله فيكم وتقبل الله صالح اعمالكم. وهؤلاء ايضا في حاجه الى مزيد من الاغاثه والى مزيد من الاعانه. والاسر المستفيده حاليا هم تقريبا 180 اسره ويحتاجون، هذا طبعا سيكفيهم لمده 20 او 25 يوم، يحتاجون الى مزيد من الطعام والى مزيد من الاغاثه والى مزيد من سقي الماء. جزا الله المتبرعين واهل الخير، فهنيئا لكم وايضا هيا لمزيد من الاعانه والصدقه. هذه الاغاثه جاءت من بيت الزكاه الكويتي، دوله الكويت، دوله الخير، دوله الصدقه، دوله الاحسان. جزاكم الله خير شعبا وملكا وحكام ومحكومين، جزاكم الله خير.